كابتن أسامة برغم غياب الأداء الجمالي. الكباتن قالوا فعلا الفترة دي فترة مضغوطة جدا، صعب انك تجمع بين الأداء والنتيجة، ولكن المهم الثلاث نقاط. هو المهم الثلاث نقاط، بس يا ريت نجمع بين الأداء والنتيجة. يعني هو مش صعب، هو تتعمل ازاي المعادلة في الظروف دي؟ نتمنى طبعا، يعني هو نتمنى، لكن كان مهم جدا ان احنا نكسب الثلاث نقط النهاردة، خاصة ان انت مقبل على مباراة تعتبر من مباريات اللي هي المفصلية في الدوري العام مع بيراميدز، لان هو والزمالك هم المنافسين. لا بيراميدز كاس الكاس، ماتش الكاس ان شاء الله. حتى لو ماتش الكاس برضو مباراة مهمة لانها على بطولة يعني. ف اي فوز بتجيب فيه الثلاث نقاط بيبقى مهم جدا في مسيرتك للدوري العام. انا قلت لك احنا في اخر 8 ماتشات او دلوقتي 9 كنا خسرنا بخمس تعادلات وهزيمه وثلاث، دلوقتي بالمكسب النهارده 3 مكاسب. فكان مهم جدا انك انت تاخد الثلاث نقاط دولت. الحمد لله انت في مجمل الماتش فرصنا طبعا اخطر، فرقه المحله بعد ما جابت الجون مستسلمه، حتى بدنيا ابتدى ناس كتير فيها بدنيا تقع، يعني ابتدى مصطفى العش الباك الشمال مش قادر يرجع، ابتدى يحيى حامد الباك اليمين بيمسك يعني سماناته ويقع على الارض، مالك توري اللي هو كان من افضل لان لغايه لما طلع اصابه برده في التعب اجهاد واضح، ابتدى الموضوع ده يساعدك انك تخش في اجواء الماتش والفرص الخطر. فانت ليك اكتر من فرصه خطر، خاصه كره صلاح محسن طبعا اللي ضربت في القائم عملها بشكل كويس قوي، تسديده بتاعت رامي عمرو شعبان النهارده يعتبر يعني نجم اللقاء، شال اكتر من كوره، واحده من حسام حسن وفي اكتر من كوره عرضيه، واحده حسام حسن عرضية شالها وواحده السوليه جنب القايم، لا في واحده شالها كويس قوي من حسام حسن بالزبط. اول ما نزل على طول الكورنر طلع غلط الاول وبعدين صحح خطا. فيعني الشكل العام انت اللي داخل ال 18، انت الاخطر، انت الاقرب، انت الاقرب للمكسب، فانت فعلا ثلاث نقاط مستحقه كمكسب. لكن نتمنى طبعا كمان ان الاداء يبقى مع الثلاث نقاط دولت. في لعيبه حاولت خاصه بعد التغييرات، وليد سليمان وزياد طارق وصلاح محسن وحسام حسن الى حد ما نشطوا الامور شويه، في حركه، حتى لو في التحركات مش واضحة قوي أو فيها لخبطة شوية، لكن عملت نشاط. يعني إحساس بالمسؤولية جه إنك أنت لازم تكسب الثلاث نقط، لازم تكسب الثلاث نقط، فأكتر من محاولة لغاية لما قدرت تجيب جون في الوقت الضايع كعادة لعيبة النادي الأهلي والإصرار اللي عندهم. فالحمد لله ثلاث نقاط مهمين في وقت صعب، لأنك أنت بتلهس أنت مع الزمالك مع بيراميدز على صراع المقدمة، فأنت محتاج أنك تكسب المباريات المؤجلة كلها عشان تعتلي القمة وترجع لوضعك الطبيعي يعني. فالحمد لله على المكسب يعني. الحمد لله رب العالمين.